يقول رجل سكان مرته صح؟ أين؟ يبر أهل زوجته أكثر ما يبر والده ووالدته، وهذا من الجهل. فأهل زوجته ليس لهم بر أصلا، يكفي الاحترام والتقدير، لك ليس لهم بر وليسوا من الأرحام أصلا إذا كانوا غير قريبين له، والظاهر أنهم غير قريبين له. أما والده والدته هؤلاء الذين أمر الله تبارك ببرهما، فلو لم يزر والد زوجته في حياته كلها ولم يزر والد زوجته في حياته لا, لا, لا يحاسبه الله تبارك وتعالى. لكن الأم والأب غير، وهذا يعني لا شك أن هذا يعني يؤدب، يعني خطأ عمله هذا أن دائم مع أهل زوجته وش تبون ما تبون يترك والديه، هذا مقصر جدا والعياذ بالله. الله يهديه.